أحدثت الدولة في قطاع الصناعة تغييرا ملموسا بعد ثورة 30 من يونيو، دعمت خلق مجتمع صناعي قوي يمكن الاستعادة به عن فاتورة الاستيراد باهظة التكلفة. في سبيل ذلك صدرت التكليفات للحكومة عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة بتوفير كل الدعم الممكن للصناعة. الصناعة قاطرة الاقتصاد، شعار توليه القيادة السياسية أهمية قصوى خلال المرحلة الراهنة باعتباره السبيل نحو تحقيق التنمية المستدامة. وفي سبيل ذلك صدرت التكليفات للحكومة عبر أجهزتها ومؤسساتها المختلفة بإيلاء هذا الملف الأولوية القصوى. فلا نهضة لأمة دون الصناعة. أرست الدولة دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة. وإيماناً منها بأهمية النهوض بالقطاع الصناعي، عملت الحكومة على إنشاء العديد من المجمعات الصناعية وتقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي والمساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية. ومن أبرز المجمعات التي أنشأتها الدولة مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات في محافظة المنوفية، الذي يضم 296 مصنعاً بإجمالي وحدات بلغ 296 وحدة، تستهدف الأنشطة الإنتاجية في الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية. والمجمع الصناعي بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة، ويستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيميائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج. كما تم إنشاء مجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالي عدد وحدات بلغ 218 وحدة، تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية والكيماوية ومواد البناء الديكورية. والمجمع الصناعي بالمطهرة بالمنيا بإجمالي عدد وحدات بلغ 68 وحدة في الصناعات الغذائية والهندسية الكيماوية. اهتمت الدولة كذلك بإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، فأنشأت الدولة 4 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 أفدنة، ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط على مساحة 331 فداناً، فضلاً عن مدينة الدواء بمنطقة الخنكة على مساحة 180 ألف متر مربع، ومدينة الرخام بالجلالة. واستكمالاً للنهوض بالقطاع الصناعي، تم افتتاح مجمع صناعات الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي على مساحة 430 فداناً، ومشروع سايلو فودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات. وأخيراً افتتح الرئيس السيسي مجمعاً صناعياً لإنتاج الكوارتز في العين السخنة بمحافظة السويس. الدولة المصرية تؤمن بأهمية الصناعة وتتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق النهضة الصناعية المرجوة. وقد استطاعت الدولة تحقيق نسبة 8% معدل نمو صناعي والوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنوياً خلال العام الماضي.